ربنا في كتاب الكريم أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. انظر إلى هذه الأماني التي لا تنفع صاحبها لأنها كانت في الموطن الذي لا ينفع فيه الأماني. أن تقول نفس عند نزول الموت وبعد الموت وعند دخول القبور وعند القيام من القبور، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. لا يتحسر على جمع المال، لا يتحسر على المال، لا يتحسر على القصور والدور، لا يتحسر على التجارة ولا على العمارة ولا على العمائر ولا على الأرصدة في البنوك ولا على الأموال من الذهب والفضة وغيرها. لا يندم على ذلك لأنه قد علم أن ذلك كله لا ينفع، وإنما يندم على تفريط في العبادة والطاعة. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. هنا يبين الرحمن سبحانه أنه حين كان يسخر بالمؤمنين ويسخر من الصالحين ويسخر من عباد الله الطيبين، كانت السخرية سبباً لضلاله عياذاً بالله، وسبباً لتفريطه لعمره وضياعاً لوقته عياذاً بالله رب العالمين. وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ما هي الهداية؟ لا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يهدي العالم كله، لكن الرحمن قد بيّن لنا طريق الهدى وبيّن لنا طريق الرشاد وجعل لنا عقولا وجعل لنا مفاهيم نستطيع أن نميز بها بين الحق والباطل، وأن نميز بها بين الهدى والضلال، وبين الخير والشر، وبين ما ينفع وما لا ينفع. فالله قد أعطانا حواسا نميز بين هذه الأمور، ولهذا العبد هو المؤمن والعبد هو الكافر والعبد هو الطائع والعبد هو العاصي، فهو الذي يختار لنفسه الطريق. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولهذا قال لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ألم ينزل الله عز وجل القرآن هدى للعالم، هدى للناس؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين.